النهاردة أسهل طريقة تقدر إن أنت خلالها يكون عندك بصيرة نافذة قوية جدا لقضاء الحوائج المعطلة بسر مجرب من خلال 7 حلقات حققت يعني نتائج تتخطى مئات الآلاف من الحالات. النهاردة الخلاصة بتاعته والطريقة السهلة المبسطة بتاعته المضمونة والمجربة أمر الله تعالى في خلال 2 أو 3 أيام على الأكثر. مش بس كده، كمان بتجعل عندك رؤية مباشرة للأحداث والأشخاص المحيطين بك. هنتكلم النهاردة عن سر جديد من أسرار البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هي أقرب ما يكون لاسم الله الأعظم. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا بكم في أسرار العارفين، معكم محمد. هنتكلم النهاردة عن سر سهل جدا جدا في قضاء الحوائج المعطلة في جلب الرزق. فالنهاردة معنا ورد جميل جدا من أسرار البسملة، بيشتغل على حاجتين: قضاء الحاجات وتيسير أمور الرزق، جلب المال، تيسير الخروج من الابتلاءات. ليها أثر قوي جدا جدا في تفريج الأمور وانشراح النفس والتخلص من الوسواس، التخلص من الجاسوم بطريقة سهلة، التخلص من المس العاشق بذكر بسيط جدا، التخلص من موضوع الأمراض النفسية وموضوع الهلاوس وضيق الصدر والخنقة الاكتئاب. كل ده بأمر الله تعالى يخلص في خلال 2 أو 2 أو 3 على الأكثر. الشق الثاني اللي بيشتغل عليه الورد بتاع النهاردة من أسرار بسم الله الرحمن الرحيم: تقوية البصيرة، قوة الكشف، فتح البصيرة بطريقة القرآن الكريم. ناس بيختلط عليها فتح البصيرة بالطرق الشيطانية أو بالطرق إن الشيخ فلان مش عارف إيه، الشيخ البربوني قال للشيخ القرموطي هفتح لك مش عارف إيه وافتح العين إيه وعين لك مين واجيب لك خادم، واصل انت معاك الكلام ده كله احنا نرميه في الزباله، ملناش علاقه بيه في أسرار العارفين. وكل من بيشوفنا وليه اعتقادات في هذه الامور، احنا مدرستنا مختلفه تماما، هتيجي عند خط معانا هتتصادم، او لو انت من رواد هذه الابواب هيحصل عندك مشاكل برضه، لان احنا ابوابنا عرفانيه صرف، اتجاهنا الى الله وحده، اتجاهنا الى الله وحده، ونطلب من المدد من الله وحده. اي بصيره او اي نوع من انواع الكشف او اي نوع من انواع العلاجات هو طلبنا فيها من الله وحده. وحتى لو ربنا سبحانه وتعالى يعني كان لنا طلب انه يسخر لنا جنود، فبيكون غرضنا التعامل مع الجنود اللي هي نقصد بها الملائكه، تم ذكرهم في القران الكريم، ملناش اي علاقه بالمواضيع اللي ليها علاقات بتسخير وفتح وقرين ومش عارف ايه. احنا بنحارب الابواب دي، فارجوكم فرقهم، ارجوكم حاولوا تشغلوا الناس. بيبقى في ناس بيبقى صعبان عليها تشغلوا، يعني بتقول لك ايه لا سيبه نايم، فحاولوا تفرقوا ما بين الامور دي. احنا هنا ضد الكلام ده تماما وما بنقبلش بيه، وضد الناس اللي بتستعين بهذه الامور. الاستعانه بالجن يعني في بعض اراء الفقهاء اختلفوا فيها كتير، مش موضوعنا. يعني انت تستعين بجن مؤمن او يجي لك جن مؤمن او يجي لك جن نص نص، ملناش علاقه بيه. لا عايزين نص نص ولا عايزين، احنا عايزين وجه الله وحده، هو صاحب المدد المطلق. يسخر لنا بقى ملائكة، يسخر لنا أرواح ما نعرفهاش من كواكب عالم أبعاد، ملناش علاقة. أنا عايز وجه الله واحد بس، عايز المدد من الله اللي هو أمره بيكون مقضي ما بين الكاف والمقال. الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. العفريت قال له إيه؟ قال لما تقوم من مقامك. لا، إحنا عايزين علم الله، عايزين وجه الله عز وجل، تمام؟ فشوفوا الفرق، حتى القرآن بين الفرق. الاستعانة بالجن قبل ما يقوم المقام، مقام سيدنا سليمان عليه السلام كان 3 ساعات أو بيقولوا 6 ساعات، يعني الجن هيجيبه لك في 6 ساعات. اللي عنده علم الكتاب، علم من الله عز وجل، أن قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني قبل وقوع الضوء على 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 العصب البصري، مش جفن العين، تفسير العلم الصحيح ليه قبل وقوع الضوء على على أو رسمة الصورة على العصب البصري، يعني أسرع من رمشة العين. فدي مدرستنا وده أبوابنا اللي احنا بنتمنى أن احنا نقبل فيها عند الله عز وجل، بنتركها ونتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يقبلنا فيها. طيب الذكر اللي احنا نعمله النهارده ايه؟ اللي بيعمل على زياده البصيره القرانيه الربانيه، ها فهموا، البصيره الربانيه القرانيه. ايه هو؟ بعد صلاه العشاء نستغفر ربنا اي عدد مفتوح. انا انصح الاستغفار يكون 70 مرة كسنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وبعدين بجلس في اتجاه قبله الصلاه وأقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 260 مرة. طيب بعد أن منام بصحى صلاة الفجر وبقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 400 مرة. طبعا بعد صلاة العشاء بقرأ 260 بسم الله الرحمن الرحيم، وبطلب من ربنا سبحانه وتعالى ببركة بسم الله الرحمن الرحيم
ان يقضي لي حاجه معطله، يكون في انفراج في الامر الفلاني، يبعت لي المال، يخرجني من الابتلاء، يشفيني من المرض، يشفيني من السحر، الحاجات المجربه جدا، لان هي اقرب ما يكون لاسم الله الاعظم الذي اذا دعي به اجاب. بسم الله الرحمن الرحيم، قويه قويه جدا في قضاء الحاجات. اقرا 260 مره بعد صلاه العشاء، وابدا فيها من يوم الاثنين، يوم الخميس، يوم الجمعه، اي يوم حابب تبدا فيه، ولكن دي الايام المحببه في بدايه هذا الورد. وبعد صلاه الفجر 400 مره، وقبل ما ابدا الصلاه على سيدنا النبي او الاستغفار، وبعدين اقرا الصلاه على سيدنا النبي برضو اي عدد مفتوح، انا انصح ب 19 مره عدد حروف بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدين اقرا بسم الله الرحمن الرحيم 400 مره، وبعدين اختم بالصلاه على سيدنا النبي 19 مره، واطلب حاجتي من عند الله عز وجل. وبعد كل صلاه اقرا بقى، انا هستمر على الورد ده 5 ايام. يعني شوفوا من الحاجات الجميله جدا لهذا الورد ان الحاجه بتكون مقضيه او بيكون الفرج محقق قبل ال5 ايام دول. مما اجرب مع هذا عموما اجرب مع هذه الطريقه من اسرار بسم الله الرحمن الرحيم بدون الاعداد الكبيره بتاعتها، ان هي 260 مره بعد كل صلاه، وابدا بعد صلاه العشاء. يعني افترض انا بشوف الحلقه النهارده مثلا اشوفها المغرب، بعد صلاه العشاء على طول اقرا البسمله 260 مره، بعد صلاه الفجر 400 مره، بعد صلاه الظهر 260، بعد صلاه العصر 260، بعد صلاه المغرب 260، بعد صلاه العشاء 260، بعد صلاه الفجر 400، بعد صلاه الظهر اليوم اللي بعده 260، وهكذا لمده 5 ايام. وما ننساش معاه مفتاح نجاح الاعمال اللي هي بدايه الصلاه على سيدنا النبي، وكده كده البسمله احنا هنقولها كورد. يبقى الصلاه على سيدنا النبي 19 مره، ومهم جدا الاستغفار. أنا لي طلب عند الله عز وجل، برفع طلب، برفع مطلب، فأنا بدأت أدخل في دايرة، إحنا كده كده تحت نظر الله، بس لي حاجة دخلت بقى في دايرة طلب، عمال أقرب إلى الله عز وجل بالذكر. حاسب من المعاصي، حاسب من الكبائر، حاسب إن أنت تختاب وتجيب في سيرة الناس. في بعض الناس تخش تقول لك والله أنا عملت الطريقة بس ما جابتش معايا نتيجة، فتلاقي واحدة دخلت كتبت ما شاء الله ربنا حقق معايا النتيجة، هو أنت عملتيها في إيه؟ واقول لك مثلا والله كان عندي مشكله في بيتي، فكنت مشكله مع مين؟ مع حماتك؟ حماتك مضايقاك، ربنا ينتقم منها، ربنا يحرقها. طب ما هو طبيعي عمرك ما هتشوفي نتيجه خالص. الشخصيه دي والكاريزما دي والطبيعه دي والبيئه دي مش هينفع تقرب من ربنا سبحانه وتعالى صح. لازم تترفع عن هذه السلوكيات. ماليش علاقه بحد، خليك في حالك، خليك في سرك، خليك في عبادتك مع ربنا سبحانه وتعالى. ربنا كرم شخص ما تقدرش تتسال، وبعدين في سؤال عادي انت بتسال طريقه، بس في اشخاص بيتدخلوا في الامور يعني لسانهم تعبهم، لسانهم بيجرهم للوقف، فلازم نترفع عن هذه الامور. نفذوها، انا واثق ان هي يعني هيكون في كمان رؤى جميله جدا جدا هتيجي تبشروني بيها. ناس اصحاب تجارب الشفاء اكتبوها وشجعوا غيركم وكونوا سبب في نشر العلم، واعملوا شير بقوه. هذه الحلقه من الحاجات الجميله جدا، اتمنى ان انتم يعني ما حدش يفوتها، لان هي من الحاجات الجميله ان احنا نقدر نبدا بيها السنه بتاعتنا. ان ذكر بسم الله الرحمن الرحيم من الحاجات اللي ليها اثر جميل جدا جدا في تيسير الامور وتغيير الاقدار، وكذلك ان احنا نحاول ان احنا نكسر من الصلاه على سيدنا النبي. والسلام عليكم ورحمه الله.